كنا نخشى بتقنية الفار، لكن تقنية الإخراج هي اللي أخرجت نهضة بركان اليوم. احنا لسنا بحكام، ممكن اللقطات ممكن نختلف فيها، لكن اعطينا الناس اللقطات. الإعادات اشتغلت فقط في الكروت الصفراء اللي نهضة بركان، لم تشتغل في كل الحالات اللي كان فيها شك. اعطي الإعادة وخلي الناس تحكم. السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في هذا الفيديو الجديد على قناتكم وقناتنا أنوار برو. أصدقاء ديالي غادي نشوفوا التحليل ديال المباراة النهائية بين نهضة بركان والزمالك المصري. وعزيز بن نيج اليوم كينتافض وكيتشور على الضيف المصري وكيأكد له بأن الفار دار خدمته وبأن نهضة بركان مطلوبة في هذه المباراة هذه، وكأن المباراة حسينا بها مبيوعة. أصدقائي ديالي غادي نخليكم تشوفوا التحليل ديال المباراة، نتوما شوفوا حكموا واعطيوني الآراء ديالكم من خلال التعليقات. ما كراش كل واحد فيكم شاف الفيديو، بركنا على واحد لايك، بارطاجيو لي الفيديو خليه يوصل جميع المغاربة في جميع أنحاء العالم. أصدقائي الأعزاء ما غاديش نطول عليكم، ندوزوا مباشرة نشوفوا الفيديو وانطلقوا في نهجو. أصبح لهم تجارب وتراكمات وخبرات على مستوى هذه البطولة ما يشفع له أن يحترم من كل فرق القارة. أكيد كسب احترام الجميع. نهضة بركان ليس بدخيل على هذه المسابقة، فوصل 4 مرات إلى النهايات عن جدارة واستحقاق. وأظن بأن اولا لازم اشكر زملائي هنا في الاستوديو على ايضا الروح الرياضيه، لانهم حتى هم لاحظوا نفس الملاحظات اللي لاحظناها وسوف نرجع اليها. الف مبروك ابو شادي هيثم لك ولجميع الجمهور الزملكاوي، لان اليوم ليس الزمالك اللي هضم حق بركان، ولكن أظن بأن هناك أشياء لازم تغير في كرة القدم الإفريقية. لازم تغير. دائما كنا نخشى بتقنية الفار، لكن تقنية الإخراج هي اللي أخرجت نهضة بركان اليوم. احنا لسنا بحكام، ممكن اللقطات ممكن نختلف فيها، لكن أعطينا الناس اللقطات. الإعادات اشتغلت فقط في الكروت الصفراء اللي نهضة بركان، لم تشتغل في كل الحالات اللي كان فيها شك. أعطي الإعادة وخلي الناس تحكم وخلي الحكم أيضا اللي نايم. أظن ليست هذه أول مرة. بركان ذهب ضحية فيما قبل. الرجاء أمام الأهلي لما جاب المخرج ضربة جزاء خيالية والكرة لمست يد لاعب الرجاء البيضاوي، وهي ما لمستش يد لاعب الرجاء البيضاوي، لبست في فخذه. لذلك فاليوم لازم أن نهضة بركان صحيح أنه خرج مرفوع الرأس، لكن لازم يرفع شكوى، لأن بهذه الطريقة مش ممكن تستمر. لا لا لا. شوفوا الفرق ما بين مباراة الذهاب ومباراة الإياب. مباراة الذهاب كانت فيه لقطة كانت ممكن ينطرد فيها لاعب نهضة بركان، وهيثم تكلم عليها تقريبا 10 دقائق وعنده الحق. لأن ليش عنده الحق؟ لأن المخرج المغربي جاء من جميع الزوايا. أنا أتكلم عن المخرج من المصدر في مصر وليس مخرجنا هنا جزاه الله خير. مخرج من المغرب جمام جميع الزوايا. اعطي الناس وخليها تحكم وخلي الناس تاخذ كل واحد ياخذ رايه ويعطي رايه. هذه هي كره القدم، لكن بهذه الطريقه تهضم حقك. ولذلك اظن بان نهضه بركان خرج من المباراه في نفس، وانت تكلمتيني قلتي لي بان اللاعبين نهضه بركان خرجوا من المباراه. خرجوا من المباراه، معلوم خرجوا من المباراه لان تهضم حقهم. لذلك ممكن نتكلم على التغييرات ونتكلم على الاسلوب اللي لعبين هذا بركان، لكن لازم نعود على بعض الاشياء. هو من المفروض في فار، مفروض في فار والعوده والرجوع الى الفار، لكن ساعطيك اللقطات. نعم. انت نعم. طلبت لقطات بالتحديد. نعم. فيما يتعلق بركله الجزاء ربما هي لحظه عزيز. نعم. حتى اكمل. نعم. بعد ذلك انت طلبت لقطات. نعم. حنوفر لك اللقطات. نعم. بقنوات بي سبورتس فيما يتعلق بوجود حالات تحكيمية جدلية، وستعطي فيها رأيك. نعم. بكل وضوح. نعم. وبكل صراحة، وسمنح لك الوقت. نعم. الكافي، لكن دعنا نتحدث عن هذه الحالات. نعم. بعد مراسم التتويج. تفضل. سامي، تقييمك للحدث للنهائي بشكل عام. مبروك الزمالك، مبروك للكابتن هيثم حظ اوفر عزيز. اكيد
لكن زاد احساس جميل من كابتن الكابتنين معناتها اكيد هيثم فاروق معناتها شعوره واحساسه شعور نبيل جدا معناتها ومحبته وغيرته على فريقه اكيد حاجه رائعه وهذه تبين معدن اللاعب كل الولاء والانتماء والولاء كذلك عزيز الغيره نعرف اللي كونه عزيز ماهوش من مشجعين لكن فريق مغربي فريق من حقه انه هو لكن عزيز معناتها ينفع صوت الحق وصوت معناتها دافع بشراسه ممكن حتى لو كان واحد من ناضد بركان موجود هنا اليوم ما يدافعش كيما عزيز وبرافو العزيز على خاطر صحيح ثم بعض الاشياء معناتها اللي غير مقبوله في كره القدم في افريقيا ما نقصوش الفرحه نتاع الزمالك اكيد المباراه على المستوى الفني والمستوى الكروي معناتها بلغت مستوى متوسط ماهوش مستوى كبير ورفيع معناتها وحسب رايي ممكن افضل من مباراه امس معناتها النهائي نتاع الشامبيونز ليغ فنيا افضل شفنا مباراه معناتها سيئه على مستوى الشامبيونز ليغ بالرغم من قيمه الاهلي وقيمه الترجي لكن اليوم شفنا نوعا ما من الكره لكن لم ترتقي الى مستوى عالي نظرا للحسابات اللي كانت من طرف المدربين نهضه بركان عمل انطلاقه سيئه معناتها وقعد يقاسي فيها في الشوط الثاني لم يكن سيء لكن في مباريات كيما هكا مع خصم كيما هكا في اوقات حرجه مع ضغط جماهيري كيما هكا كذلك صعب باش ترجع في المباراه معناتها لما تضيع ال 15 او 20 دقيقه الاولانيين معناتها وتكون بالرداء هذيك الفريق من بعد قعد يقاسي بالرغم اللي كونه معناتها ثم العديد من ما نقولش فرص لكن ثم العديد من الكرات كانوا افضل نسبيا في الشوط الثاني الزمالك يمتلك لاعب انا بالنسبه لي لاعب مفتاح ولاعب موهوب ولاعب مهم مش كان للزمالك كان المنتخب المصري زيزو كان استثنائي كذلك اللاعب هذايا معناتها حمزه المثلوثي اللي لاعب قدم بطوله ولا اروع كان على مستوى التهديف وعلى مستوى رجوع الفريق في بعض أفضل المباريات افضل لاعب حمزه كان اليوم في بعض المباريات كان حاسم اللاعب هذايا معناتها حتى على مستوى التهديف دفاعيا اليوم كان سد منيع كان نقطه معناتها نقطه بارزه في دفاع الزمالك اللي تمر بعض الفترات الحرجه كذلك وسط الميدان شفنا اليوم الزمالك ممكن على مستوى وسط الميدان خصوصا دخول اوباما اعطى نوعا ما من الاستحواذ ومن الصلابه في وسط الميدان على عكس ممكن فريق نهضه بركان المباراه هذه لم يكن وسط الميدان بالجوده الكبيره لكن اللاعب اللي مميز لاعب ينتظره مستقبل كبير اللي هو زيزو بالنسبه لي معناتها لاعب ممتاز وممتاز جدا عنده امكانيات رهيبه عنده قدره قيادي عنده رغبه عنده قتاليه عنده حب عطاء كبير جدا من مهاجم من لاعب فنان معناتها قليلا ما نشوف اللاعبين معناتها بالعطاء وبالسخاء هذا الزمالك انتصر لكونه مش فنيا افضل لكن الرغبه كانت اكبر القتاليه كانت اكبر الحماس كان اكبر في ربما هذا وراء الجمهور الكبير اللي كان حاضر اليوم اكيد اكيد جمهور معناتها جمهور بالعدد هذايا يعطي الدفع للاعب يعطي الحافز اكيد يعمل له جناح ريد بول معناتها يعمل له طاقه رهيبه للاعب معناتها اصدقاء ديالي خوتي العزاز هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك ما كرهتكمش خوتي العزاز بالك لنا واحد لايك تبارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بجديدنا تهلاو ليا فراسكم بزاف موعدنا في فيديو قادم كيف العاده كان معكم اخوكم انوار من قناتكم وقناتنا.